السلام عليكم الاخوه، كي دايرين؟ بخير يا ناس. بس بارك الله فيكم. اليوم عندي واحد الهاتف كاتيني في الباور سابلاي القيمه، ولكن كيطلع القيمه قبل ما نورك على الباور في الشرطه نشوف شنو المشكل ديالو. اخواني السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يعني قمنا يعني باصلاح الهاتف بعدما يعني ازلنا ذلك المكتف المسبب في شورت المكتف الذي يعني اكتشفناه بواسطه الرزينه الضبابيه كما رايته في يعني في الفيديو هنا. ساكبر الكاميرا ان شاء الله تعالى. لقد قمت يعني بتغيير ذلك المكتف كما ترون. هذا المكتف هذا هو سبب يعني سبب الشورت، قمت بتغييره. والسلام عليكم والله، وإلى اللقاء.